في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب جي تي اي والبيبي ده موجود هنا دلوقتي. يلا بينا نبدأ. يا ماما يا ماما. نعم. ينفع اصلي واعمل لي سباجيتي على بال؟ ماشي اوكي روحي حبيبي. انا يا بيبي خد بالك على نفسك. حاضر. انا عارف ان انا بنصلي بس دي مش مرحلة النصلي. ايوه خد بالك على نفسك. طبعا تمام. انا دلوقتي ازيك عمومي؟ نفوره ميه جميله ميه جميله نفوره جميله. خد بالك على نفسك. حاضر بس الميه منعسه. صيم اسباجيتي متشوق قوي للاسباجيتي. اما اروح اما اتنطط براحتي وانا رايح وانا من غير تيشيرت انام بتمشى حر ويتهيأ لي عندي شعر خفيف وما عنديش حواجب. لا لا ما عنديش حواجب يا جدو ما عنديش حواجب. النهاردة يوم منعش. يا راسي يعني صبحت السنة مع عوين. اما اكمل جاي بس انا مش هكمل جاري الا لما اجري. عربية. انا عارف ان دي مخالفة بس عربية. مخالفة ان بيبي يسوق عربية بس انا عايز اسوق العربية. عايز اتعلم من وانا صغير عشان اسوقها توم عيني. يا سوق عربية. يا سلام يا سلام. عربية جاهزة. ايه ده سنة ازاي فتحت العربية دي من غير المفتاح؟ صح صباعي صغير فقدر افتح. صباعي اتحشر في الشباك. ما علينا. يا يا جاي جو 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 جا جا جو جو جا جا جو جو جا جا وا 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 جو جو جا جا ايش بجي جي جو جو جا جا. وا يا ماما تعالي يا ماما تعالي ماما تعالي. ولا اقول انا كده ارتاح منه علشان هعمل كل اللي انا عايزه. هاكل بيتزا براحتي. هاكل برجر براحتي. هاكل اكل من الساحل البيات. اشتري اي حاجه من الكشك بالمصروف الصغير ده. ما علينا اعمل اللي انا عايزه بقى. اما اسوق برجلي كده وانا قاعد مرتاح كده. هي دي الحياه. بص بيبي يا حبيبي ما تعالى بقى ساعدني علشان نخلص مهمتنا دي. اوكي ما علينا. راسي اتدبت. ما علينا ازاي راسي هتتدب وانا جوه العربيه؟ العربيه هي اللي اتدبت. واه يا لهوي انا بسوق لوحدي ازاي؟ ايه ده انا ما خلفتش غير دلوقتي. يبقى انا انفع اسوق من دلوقتي. بيبي بيسو. انا فضلت بيبي ودايما هفضل بيبي ده حدو. الشط المية. هنطي في المية وانا برقص وهعوم في المية وانا غير ما حد يساعدني. هعوم في المية. لو سمحت يعني ينفع تمشوا من هنا؟ كرة جميلة جميلة ومحشية. كرة جميلة جميلة ومحشية. لو سمحت يعني ينفع تسيبوا تليفونكم ده وتديهوني؟ كرة جميلة. ايوه فعلا ده احلى يوم. احلى جميل مين؟ ايه ده بيبي؟ ازيكم بيبي؟ انت
ازاي جيت هنا؟ فين باباك ومامتك؟ اكيد هي مامتك اللي في ظهرك دي صح؟ لا. ايه ده؟ امال انت جاي منين؟ من الحديقة الكبيرة. يا لهوي، انت جيت لغاية هنا لوحدك؟ وجيت ازاي؟ بعربية. ايه؟ بعربية؟ عربية مع باباك ومامتك صح؟ لا، انا اللي سقطتها. ايه؟ انا مش بقلف، صدقني زي باقي البيبيات اللي بيهبلوا وبيقلفوا. صدقوني انا بجد، صدقوني لو قريتوا افكاري هتلاقوا ده بجد. انا بعرف اقرا افكار من زمان. تنرن رن رن. ايه ده؟ انا فاهم. صدقني ده مستحيل. عرفت ازاي اللي انا حاولت؟ وانت عرفت ازاي اللي انت عرفت ازاي؟ انت عرفت. طب اسكتوا طيب وخليكوا في موضوعي. انا عايز اكل بيتزا، ينفع تودوني مطعم البيتزا؟ لا، احنا هنوديك البيت مش مطعم البيتزا. ايوه احنا هنوديك البيت، وبعدين بيتزا انت لسه صغير على البيتزا. وما بتعمليش باجيتي في البيت، بس هي فاكره ان انا بلعب. هاتي التليفون ده. الو، ايوه، ازيك؟ عامل ايه؟ بص تعالى كل شباجيتي في شباجيتي. باي. يلا، ايه هي دي العربيه؟ ايوه هي دي عربيتنا. انت جبتها منين؟ انا اللي جبت العربيه ديت، انا اللي مشيت بيها. ازاي؟ ازاي؟ انا مش مستوعب. بيبي سوق حته عربيه. وانا ده انت بيبي غريب، شكل فعلا فيلم بوس بيبي طلع حقيقه. ازاي؟ ازاي يا جيري؟ ما تركب يا جيري. ماشي حاضر. اوكي احنا نكملها مشي احسن. او هي عربيتي اللي رقمها مليون. ها يلا تعالوا اركبوا معايا. يا بوس بيبي انت. حاضر انا داخل. انا مش مصدق، انا مش مستوعب وانا جاي برضه. صدقني وانا مش مستوعب برضه. انا مش مستوعب اي حاجه. حط حزام الامان، ده احسن تتزفلط من الكرسي. لا ازاي؟ حط حزام الامان. ها اسمع الكلام كده غلط. غلط. خلاص حطيته. اقعد في النص عشان تحط اللي بتاع البيبيات. حاضر اهو حطيته. تمام كده، هو كده في امان لان ما حدش قاعد معاه، قاعد ورا براحته صح يا جيري؟ ايوه. واهو يا انا خطر علي. ايه ده؟ صح، انا لابس حزام الامان عشان كده مش بنقع. ما تقلقش، عربيتنا انفنسبل، مش عربيتنا كلها مش بيحصل لها ولا حاجه عشان عندها قوه الالوان صح يا جيري؟ لا غير كده، اسمع قوة الرين. ما عليك يونيكورن. انا الجو حر قوي مش قادر امشي. ايه ده يا طعم؟ ايه اللي انت هتقف عليه ده؟ تاكو. هاي اي حد، اي حد شاف بيبي؟ تاكو كان رايح يلعب. اي حد، اي حد شاف البيبي اللي معانا ده؟ بيبي تايه؟ اي حد؟ ما علينا، احنا هنوديك بنفسك. كنت طيب في انهي حديقة؟ الحديقة؟ انت كنت فين في انهي حديقة؟ انا كنت في الحديقة كده واسعة، ووراها مبنى كده وفيها كراسي كده. افتكرت الملاهي. طيب هنحاول نساعدك. طب باباك ومامتك عادي سابوك كده وانت في السن ده تروح تلعب؟ ايوه كنت بلعب في الحديقة شوية، بس سرحت وطلعت بره بعد ما لعبت بره. اصل انا لقيت العربية. سرحت ليه؟ انا قاصد لاني كان نفسي اهرب كده، اكل بيتزا، اكل شباجيتي من المطعم. اصل الشباجيتي بتاع ماما عبارة عن ببرونة وكور بسكوت، مش كور ميت بولز ولا حاجة. وبدل صوص الطماطم حطالي ببرونة. ايه ده؟ عطرك لبن يعني؟ ايوة. تعالى نركب باللعبة. نعمل ايه؟ ايش بجيت دي بسنة؟ تعالى نركب اللعبة دي. اوكي، لعبة رائعة صح. نتسلى كده، استمتع بأيام حياتك قبل ما ترجع لبابا. يعني تخليها لحظات كده في حياتك ممتعة.
يلا احنا قعدنا انا قعدت ماشي احنا جايين بس انا مش عارفه انت ازاي دخلت هنا عادي ايوه ازاي يعني نخش نقعد يا عم يا عم نعم اما هو انت شفت اهل البيبي ده طب تعالى نروح فوق كده صح يعني ممكن نلاقيهم في اي مكان وهم وهو يلاقيهم احنا ما لا على فكره هم ما كانوش هنا يمكن سرحوا وراحوا هنا يمكن راحوا هنا عشان يدوروا عليك صح واحنا هنا فعلا ممكن يا جدع احنا مش عايزين نطلع ليه طب بص احنا هنحتاج ناكل شباجيجي عشان ما تفتكرش ان احنا في كرتون اسمه كل شباجيجي هتلاقي باور خاصة افتكرت ان الخيال حقيقة احنا جايين يا بيبي انت مش فاهم حاجة لانك مجرد بيبي حتة حاجة كده ملهلطة غريبة ايه طبعا ما تقولش عليه كده مش معنى ان هو بيبي يبقى هدج اجيبي هدج هو انت شفت اهل البيبي ده لا بلاش الهدج لا بس انا شفت سوسيسه ها 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 اها ها ايوه ده خفيف قوي يا بيبي انت ما ينفعش تاكل هدج انت لسه صغير على الهدج لا بقدر اكله لا انت كده لو حط السندوتش في بقي ببلعه بس ايه ده يعني اصلي على فكره اهلي بيدوهوني بس في الببرونه نفسي اكله عادي كده ايه الاهل الغراب ما علينا ما علينا اوكي يلا استعدوا ان احنا نمشي من الملاهي اخيرا طلعت انا بحب الملاهي دي بصراحه وانا كمان قضينا فيها احلى الذكريات ايه ساعه لما احنا طرنا الراجل بيجري ورانا ده يا مامي تعال ايه تعالوا انا شفت البيبي ده قبل كده انا ابقى جد البيبي ده احنا بندور على اهله مش جده ما علينا اصل انا عايزه علشان كنت من سنين بحاول اتغدى بيه تتغدى بيه يا جدو الله يكون في عونك يا جدو ياه بسرعة. نفسي اعرف بكل الشقلباظات دي ازاي العربيه ما بيحصل لها شيء قلنا ان العربيه انفينسيبل ومعايا قوه الباور هي دي الحديقه الكبيره اللي فيها مبنى اهو المبنى اهو لا مش مبنى بايظ اللي هو مبنى اللي احنا بنعيش فيه ما تقول بيت وتقول لنا كده بالسهوله طب استنى يا تام شوف المكان ده او يمكن يكونوا بيدوروا عليه فممكن يكونوا هنا فاحنا ندور في كل الاماكن اللي يكونوا بيدوروا عليه الله الحوش لا مش حد جوه بيت رائع احسن وده برضه ما فيش حد جوه وفين البيبي انا هنا انت اسمك ايه بقى انا اسمي كارين كارين مين؟ ايه الاسم ده؟ اسمي جوني بيبي جوني بيبي؟ لا لا ده مش اسمي انا افتكرت جوني يا سبابا انا افتكرت كده ها اسمك ايه طيب؟ انت مش عارف؟ ايوه اظن ان اسمي بيبي ما طبيعي كل كائن صغير كده يبقى اسمه بيبي صدقني ده اغرب بيبي شفته في حياتي يعني بيسوق وبيتكلم وبياكل هوت دوج وبيعمل كل حاجات غريبة ومش عارف اسمه اذا كان في بيبيهات لما تنادلها باسمه بصوا عليك على طول مش عارف صدقني البتاع ده غريب قوي انا اليوم ده اغرب يوم في كل حياتي مي تو اما اليوم ده احلى يوم في كل حياتي لاني تهت من بابا وماما هو اللي بيتوه من بابا وماما بيبقى فرحان
ايوه علشان اعمل كل اللي انا عايزه من غير مدرسه لما اكبر واعيش براحتي لما اكبر اعيش وانا تايه يمكن يكونوا اهله بيسافروا ولا يكون قاعد بالرجلين بيسافروا يا لا لا ايه اللي انت بتعمله ده اللي انت بتعمله اطلعوا بسرعه انا هوريكم قوه سواقه البيبي هاها طب خلينا بطل خلينا راكبين معاه هنا احتياطي لحسن يمشي ويهرب من ممكن يعمل بينا حادثه ده مجرد بيبي هنعمل ايه انا عايز اعمل كده فيكم علشان ما حدش يساعدني خلاص بقى انا مش عايزه اموت النهارده ده اخر يوم في حياتي قولوا للحياه باي باي من بعد الوقعه دي ما ده هيحصل لك انت كمان بس هترحم من بابا وماما انت عايش لا انا بس بنام شويه في الشوارع ده انت هتبهدلنا لو نمت يا لا لا هي دي الحديقه الكبيره ايوه اظن كده انا مش فاهم حاجه فاظن كده متاكد ايوه بس ما فيهاش مبنى دي لسه بننزل احنا ننزل على الطريق كده لا تحت الطريق تن 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 ايوه هو في الناحيه دي انت ليه بتسوق بالطريقه كريزي دي يا انت يا ما اهلي بيسوقوا بالطريقه دي فانا اتعودت بالطريقه دي لا مش عايز ده يبقى اخر يوم في حياه البابا تشيتشي ولا مصدقني انا خايف ما تقلقوش قريب قوي هتلاقوا باتي قال لكم النهايه بس ازاي انا اصغر منك يا جيمي وانت فار وانا بيبي انا صغيره بص يا بيبي انت بيبي ما يستحقش يبقى بيبي وي انت تستحق تبقى تبقى نملة انا مش عارف انا فين لا 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 هيعدي على الطريق لا 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 انا سجعت في الفويل سمح حاجة بس الدب ما عاوز انت فين احنا تهنا في متاهة الدرة دي متاهة الدرة انت جبتنا هنا ليه ودي اصلا مش مكانه عشان اضلكوا علشان تعرف انت تستحق انا عايز اخطفك ويفضي ويف حوالي لا اخطفك انا اخوفك هعضك بسنامي انت ما عندكش سنان ها 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 ما عندي سنان انت عندك سن ها 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 رخمة ها 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 اخدامك اخدامك بيني في حاول ايه ده سن ازاي بانيس بانيس انا البانيوس الامور وانا البانيوس الامور بانيوس هات امور كتير انا بانيوس انا افضل بسنتنا العملاقة اخيرا نعيش الحياة احنا جينا بقوتنا العظيمة احنا على فكرة نقدر نعمل اي حاجة في كوكب الارض ده تعرف ان احنا ممكن نمحي نهاية العالم ونقدر نحولك لنملة انا لا تعمل شيء فعلا كده
عشان انت بوليس. لا ما تقلقش، انا كنت بشتغل بوليس، فانا دي كانت بتاعتي. مش يتهيألك، صدقني دي كانت بتاعتي. انا عارف جنبك. بص يا جيري. نعم. ينفع تسرع سنه يعني؟ حاضر. الله 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 الله، لا كفايه الله الله، ارجوكم الله 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 كفايه الله الله. بس يا ترى الله الله بيجي زي العصافير. انا اللي بتحكم بيه عشان نوصل اسرع. انا اللي بطيره. ما انا بطيره. هو كل هيتخني. انا اللي بطيره، انا اللي بسوي، يبقى انا اللي بطيره. والله اسكت. الله تيجوا نعوم؟ مش وقته يا جيري، بس اوكي صدقني احنا مشينا من المصيف علشان السيد بيبي ده. علشان ماي طبعا. بس صدقني لو عمنا في البحر جبت عربية بالسحر بتاعي. احلى من رومانك. عرفه يركب طبعا. هركب انا اركب ورا لاني مش طايق البيبي ده. ماشي احسن سيدي. دي البيبي ده لأهله بقى. أنا زهقت بجد. عايز أرجع لمكاننا في المصيف. زهقت. وأنا مش عايز كده كمان. أنا عايز أروح البيت أريح شوية. حاسس حتى نرجع في فيلتنا العملاقة. إحنا عندنا ولا فيلتين ثلاثة 300 كل واحدة ما تكون فيها عربية. إحنا أغنى قطط في العالم. قصدي إحنا أغنى يوتيوبرز في العالم. بس إحنا مش عايزين البيبي ده. ده أنت أرخم حد عملنا معاه مهمة. أيوة بس على فكرة أنا عايز أخلص المهمة دي بجد، لأن أنا تعبت وعايز أبقى فري. مش عايز يبقى ورايا مسؤوليات ببهية وحببرونات وحفاضات وهدوم. ما علينا. يلا يا عم البيبي. انا طلع. ازاي فتحت الباب وانت لسه في السينما؟ انا ازيكم؟ عاملين ايه؟ ده البيتش باجي بتاعك؟ ايوه ده البيتش باجي بتاعك. اصله بالوان. ازيك يا باتمان؟ ازيك؟ انا كويس. ازيك يا يا غضروف يعني. مش الموضوع مش مضحك. في ايه المشكله؟ يا غضروف يعني. في بيبي هنا لقيناه واحنا مش فاكر كنا فين. كنا على البحر تخيلي. ايوه كنا على البحر. ولقيناه لوحده كان بيسوق العربيه لوحده عمل مصايب وسمى مامته. وانا هسكت دلوقتي. لا ما سيبناش العربيه كمان. لا هسرق العربيه. دي عربيتي ال 300. لا قصدي العربيه ال 900. تعالى نركب. هركب ورا لاني برضو مش طايق البيبي. تعال بسرعة باتمان. انا جاي باتمان. باتمان تعال بسرعة. لا حرام ليه كده بقى؟ لا ليه كده انا البيبي لا. ده عمري ما شفت بيبي غريب كده. لا ده مش الشاطئ، ده البحر. دي بلد تانية. ازاي ودتنا في الدقيقة دي البلد تانية؟ انا صحري. انا سوبر بوي. احنا الساحرين الوحيدين.
صدقني اقدر احولك لنملة. لا 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 مش هتوقع عربيتي 300 في البحر، قصدي 900 في البحر. لا 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 تعالى نركب، انا خايف انا هركب جوه عشان لو وقع العربيه. ازاي وديتنا في مكان تاني وانت هتوقعنا في مكان تاني خالص؟ انا بفكر ما تودونيش لماما ولا اكل. ايه ده، لو وقعت للناحيه الثانيه ما حصلليش حاجه كويس. لا ما تكسرش الحاجات كده كخ. انا موت. طب ازاي بتكلمني دلوقتي وانت موت؟ عشان انا ماجيكال. طب استنى بالماجيك بتاعي هقدر اخليك يلا يا ماجيك كي، خلي جيري عيش تاني. حاسس ان انت احسن كده. كخ يا بيبي كخ، سيب الدركسيون كخ، عربيتي 900 كخ. مفيش حاجه اسمها كخ. لا في 300 حاجه كخ، الكوكب الارض والتلفزيونات والاسلاك انت ماشي انت ماشي وان انت تقطع الويسكرز بتوعي. انت هو ده المكان؟ ايوه بابا ماما. انت فين؟ انت فين؟ شكرا يا طام وجيري. عموما يا عمين انت وديتوني هنا. باي باي يا حفاضة. انا مش حفاضة. صدقني كان اسمه انا غيرت رأيي، انا عايزة اعمل. انتوا جايين ورايا؟ ايوه احنا جايين ورا علشان نسلم على، طبعا عشان تسلموا على اهلي صح؟ على بابا اهلي، اسمهم اهلي ولا زمالك؟ ها ها ها. انا صوتي تغير يا طام، انا جيري. شوف صوتي تغير ازاي. ام جيري كده احسن صح؟ انا هقف الباسكت. لا ما تعملش كده، كده هتتوسخ ويفضلوا يحموك لغاية لما تبقى حمى. هو فين ابننا؟ نتصل بالبوليس ولا نعمل ايه؟ ما تتصلوش بالبوليس. ما تقلقيش ان شاء الله هنلاقي، ان شاء الله. ويقول لك ريح دماغك، احنا تعرفنا منه اصلا. استحمى. ايوه مش هي دي النافوره اللي انت كنت فيها؟ ايوه ايه اسود. ايوه مين بيضيع صوت؟ انا اللي جاوبت غصب عنك. بابا ماما مجيب. بابا فايك. ازيك يا حبيبي كنت فين كنت؟ كنت قابلت توم وجيري وبصي توم وجيري بجد. بجد؟ توم وجيري حقيقيين؟ أيوة. طبعا احنا الحقيقيين. باي يا اصحابي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مزيد زيادتنا.